السلام عليكم. مولاي المحجوب الحفياني، تاجر بسوق الطماطم. الحمد لله تنشوفوا هاد الايام، كانت في البدايه الامور غاديه عندنا مزيان، كانت الاسعار يعني في مستوى المستهلك، يعني انه مطيشه الطماطم تنبيعوها في العود يعني في حدود واحد 60 درهم 70 درهم، مطيشه ديال البلاستيك تنبيعوها يعني 30 كيلو 90 درهم 100 درهم، يعني كانت في متناول المستهلك. ولكن تنعرفوا واحد يعني هاد الايام واحد الارتفاع في الاسعار اللي خلى بزاف ديال الناس يعني ما عندهمش القدره الشرائيه على برا، يعني ماتشا تيلقاو ماتشا ب 13 درهم 12 درهم 10 درهم. هنا تن يعني هنا كبيع وشرايا تنشدوا الجهه المسؤوله، خاصه المجلس الاداري ديال مدينه مراكش، انه يدخل ويكون في عون التاجر في هذه الوقيته هذه، يعني خفضوا لنا مثلا الكوميسيون، لانه حنا تنخلصوا واحد تقريبا 3000 درهم، يعني شاحنه تتخلص لها 3000 درهم، يعني في حدود يعني واحد البياج اللي ما تيتعداش 480 صندوق 580 صندوق، يعني هنا بزاف يعني تتزاد هذه الاضافه ديال هذا السعر اللي هو الجمركي، يعني تتزاد على 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 البيع والشراي كفائده كثيره بزاف. اللي هنا البيع والشراي يعني تيكون مضطر انه يطلب واحد الثمن في السلعه، لانه مزيوده عليه واحد 20 درهم، بالخصوص يعني الا كان هنا تدخل ديال المجلس الاداري، يعني وكان واحد التخفيض يعني في السومه اللي راه بالتالي تتكون هنا حركه رواجيه على برا، يعني ما تيكونش كساد، يعني دائما الغلاء راه تيخلي واحد الكساد في السوق، يعني وجود سلع لا تجد من يشتريها، لانه كاينه 13 درهم 14 درهم، يعني القدره الشرائيه ما تتكونش قابله، راه ماتشي الا كانت ب 4 دراهم و 3 دراهم و 5 دراهم تتكون يعني في الحدود، انه الانسان المستهلك تجي سعر عادي في المستوى، يعني تلقى بطاطا ب 4 دراهم، مطيشه ب 4 دراهم 5 دراهم، ماشي الا خرج للسوق لقى 13 درهم 14 درهم، يعني انه هذا البيع والشراي تيولي تيخدم بياج في الاسبوع، هذا بياج في الاسبوع عنده خدامه ديال اللي تيشارجيو يعني في عين المكان في اكادير، عنده خدامه هنا اللي تيوزعوا، يعني تيكون عنده صائر مكلف اللي تيخلي هذا الانسان هذا مكرفس، يعني هنا بالتالي يعني حتى القدره الشرائيه على برا ما تتبقاش عند الناس، يعني هنا تنشدوا الجهه المسؤوله باش تدخل باش يراعيوا يعني المستهلك ويراعيوا البيع والشراي، لانه حتى البيع والشراي في هذه الوقيته راه ما تيحققش ارباح، البيع والشراي ما تكونش عنده ارباح، يعني هنا البيع والشراي تيعيش حتى هو ازمه، يعني هنا الازمه تتكون على جميع المستويات، تتكون على مستوى المستهلك وتتكون على مستوى التاجر. فاحنا تنعاودوا نشدوا الجهات المسؤوله يدخلوا ان شاء الله تعالى باش تكون اسعار مناسبه ان شاء الله، وتكون في صالح المستهلك وفي صالح البيع والشراي. وشكرا جزيلا. معك محمد الحراكي، نائب رئيس جمعيه الامل سوق الجمله مراكش. كنشكركم على هذه الزياره ديالكم وعلى التتبع ديالكم بالنسبه لهذا المشكل اللي مطروح ديال الغلاء بالنسبه للمطيشه خاصه. اولا اخويا كتعرف راه الظرفيه اللي ما مناسباش بالنسبه للمطيشه، راه هاد الوقيته كيكون شويه ديال التصدير والمنتوج هذا العام قليل شويه في اكادير، حيت كاين دابا طريق وحده اللي كاينه هي ديال اكادير هي مناش كتجي السلعه. وبالنسبه للنواحي ديال مراكش مرف كتكون شويه ديال الفلاحه هذا العام ما كايناش بحكم الجفاف اللي كاين، حيت بزاف ديال الفلاحه دابا تقريبا يلاه كاينين واحد اربعه الناس ولا خمسه اللي مفلحين في النواحي ديال مراكش، كلشي الاغلبيه اثر عليهم هادشي ديال الجفاف، البيار ما بقاش فيهم الماء، والحمد لله من جات هاد الامطار ديال الخير ان شاء الله غادي يكون خير. بالنسبه للظرفيه راه غير هاد المده ديال الامبالاج حتى المنتوج هذا العام قليل شويه في اكادير، لانه كان شويه حتى هما عندهم الماء قليل والناس ما فلحوش بحكم المصاريف كثيره والوباء ديال كورونا وبزاف ديال المشاكل كاينه، والحمد لله الخير راه موجود، ما كاين احتكار ما كاين والو، القدره الشرائيه اللي ما كايناش عند المواطن، السلعه غاليه وكتعرف الظرفيه الناس ما خداماش والله يحسن العوان، ولكن ان شاء الله من بعد هاد الامطار اللي نزلات ديال الخير ان شاء الله غادي يكون خير، وحنا مقبلين على الصيف ان شاء الله غادي تكون الماتشه ديال الوالديه ديال الدكاله، غادي ان شاء الله ما غاديش يبقى هذا الغلاء من هنا تقريبا كاع واحد 20 يوم 15 يوم ما يبقاش هذا الجهد مستمر.
غادي ان شاء الله يطيح كل شيء. وكنشكركم على الزياره ديالكم، واللي بينا هو بحال هاد الناس المسؤولين يشوفوا في الفلاحه يدعموهم، ويشوفوا الناس ديال البيع والشراء حتى هو محتاج للدعم، لانه السلعه دابا راه كاينه ب 8 درهم في بلاصتها. حنا هنايا واصله للمواطن دابا ب 7 درهم ونص ل 8 درهم. هذاك السيد الاخر اللي تيبيع على بالربع 10 درهم 9 درهم حتى راه عنده اكراهات، راه تيرمي من الصندوق تلقى فيه 2 كيلو ديال الخامشه، الميزان كيدي ليه، يعني كيديها ب 8 درهم ولا كيبيعها ب 10 درهم، يلاه حتى هو يجي الماء في الماء. يعني راه الناس راه غير شي لاصق في الشيء، راه ما كاينش شي احتكار ولا كاين شي حد زعما اللي مستغل الظرفيه، ما كايناش، لانه راه الناس غاديه الغلا كاين من الفوق، لانه المنتوج قليل اللي بلاصتو وكاين التصدير. فلهذا الناس خاصهم من كيدعموا الفلاح حتى دوك المسؤولين يحاولوا يديروا واحد الاتفاقيه ديال على الاقل بحال هذا العام هذا اللي هو موسم جاف، يديروا واحد 70% تنزل للسوق المحلي و 30% تخرج على برا. علاش كيعطيو هاد الدعم ديال 100% و70% وما كيديروش في الاتفاقيات ديالهم مع هاد الفلاحه بانهم يكفيوا السوق الداخلي هو الاول؟ هذا هو المشكل اللي كاين. ملي كتدعم وكتعطي الدعم للفلاحه الكبار خاصك تفكر بعين الاعتبار المواطن، التصدير تيمشي 100% ولا 80% وكتبقى لنا 20%، لا خاص تكون 20% ديال التصدير و70% تبقى لنا حنا هنا للسوق الداخلي. اما الناس هنا لداخل راه لا حول ولا قوه الا بالله، كل شيء البيع والشراء واك الله صا، الفلاح واك الله صا، كل شيء راه مضروب. ولكن الحمد لله على كل حال هذا الشيء اللي كاين، وكنشكركم على هذه الزياره ديالكم، والمسؤولين الكبار اللي مسيرين المسائل بحال الحكومه وهذا الشيء هما اللي خاصهم يراعيوا لهذا الشيء. فينا هما هذوك الوعود اللي كانوا كيوعدوا بها الناس؟ الدعم فينا هما؟ راه ما كاين لا دعم لا والو، هذا الشيء راه تيبقى غير حبر على ورق، اما شي دعم اللي هو واقعي راه ما كاينش، لانه النتيجه احنا بدينا فيها بقي الله في البدايه ديال الموسم ديال حتى في الاشغال، اي الله اربع شهور هذه باش دازت هذه الحكومه هذه، فينا هي؟ احنا صبحنا في الغلاء، فينا الدعم اللي كان تيوعد به رئيس الحكومه؟ 70% ولا 80% خاصها تنزل للسوق المحلي ماشي تخرج على برا. كان تيقول لك بانه راه كاين تصريحات ديالو بانه كان عمرها هادشي ما يفوت 3 دراهم 4 دراهم. احنا باقي ما كاينش التصريح ديالو 3 شهور 4 شهور، احنا صبحنا كنعانيو الامر. باش هادشي يعني هادشي كنردو للتسيير والتدبير، ما يعني هما خاصهم يراجعوا نفوسهم، هادوك الناس المسؤولين يراجعوا نفوسهم ويحاسبوا رؤوسهم. جميع القطاعات مضروره في المغرب دروك، ماشي الا الفلاح ولا الكساب ولا البياع والشراي ولا الصنايعي، راه كلشي متضرر. السلام عليكم. خوتي مطيشة راه عندنا هاد السلعة هادي مينا هادي تسمى بالبيتينزا دايرة 3200، وعندنا هاد السلعة هادي تدير 3400، عندنا هادي تدير 3600، وكاينة المليحة دايرة 4500 4600. هاد الشاش اللي غلا لومبالاج تخرج السلعة على برا، هاد الشيء اللي خلى السلعة غلات. وش نقولوا الإنسان تيقول الحمد لله هاد الساعة والشكر لله وساعة سعيدة. هو الخضاره راه تيبيعها ب 10 دراهم، الخضاره بالنسبه للتقسيط راه تيبيعها ب 10 دراهم وما مقادينش في الثمن، وهما تيبقاو كاع الا نزلت السلعه هنايا رخيصه تيبقاو الخضاره شادين السومه مده واحد 15 يوم ولا 17 يوم على ديك السومه، ماشي اذا تنقص هنا تينقصوا هما ليه، هما تما تيستغلوا الفرصه ديك الخضاره. اي والله المعين للجميع. السلام عليكم، صحة مبروكة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.